السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم ومساءكم أعزائي المتابعين في كل حتة وفي كل مكان. معكم أخوكم دعج حوتري، وسامحوني يا جماعة على القطعة الطويلة هذه. اضطريت أن أنا أوقف تصوير فيديوهات إن كانت سلسلة واو أو غيرها، لأن كنت قاعد اغير المكان. زين، غيرت المكان مثل ما انتم ملاحظين، الخلفيه تغيرت، نقلنا من المكتب اللي كنا فيه الى مكان جديد اكبر اوسع علشان ناخذ راحتنا فيه. ولكن هذا مو موضوعنا، الموضوع الاقوى ان ابيكم تركزون على الشاشه. حاليا راح ابلش السلسله اللي وعدتكم فيها، اقوى سلسله بالعالم لورد اوف ووركرافت، راح تكون من ليفل 1 الى ليفل 110 خلال فتره شهر رمضان بس. راح اكون قاعد الفل بشكل اسرع انا والنداف، وايضا راح انزل فيديوهات يوميه، وراح يكون اسرع بوايد من السلسله اللي ما كملتها، اللي وصلت للحلقه السادسه بس، لان راح اقصص فيه، راح اخذ الاشياء المهمه، ما راح امشي على الفاضي واخليكم تطالعوني كذي قاعدين وتطالعوني وانا قاعد امشي من كوست الى كوست. فراح يكون وايد اسرع، راح يكون في شويه ضحك، راح اكون هورد ما راح اكون الاينس، وراح يكون في سيرفر او ريلم اللي اسمه درونار انا ونداف مره ثانيه. انا راح اكون هورد تورن بالادين، راح اكون بروتكشن يعني راح اكون تانك، وهو راح يكون اذا ما خاب ظني درود تورن، ما ادري اهم شيء درود بالادين شنو ضيعت. المهم نداف انت معانا على الخط. نداف اهلا اهلا اهلا. نداف موجود، شنو راح تكون؟ قول لهم. انا راح اكون رستد رود. رستد رود اوكي، يعني هيلر وانا تانك، يعني من الاخر راح نسوي سبام دنجنز، راح نسوي اشياء وايد، وان شاء الله اول ما نوصل ليفل 110 يعني الماكس ليفل راح نوصل، اقول لكم خلال 10 ايام هذيل الجايين، 20 يوم بالكثير، مو بعد رمضان، خلال رمضان 100% انا اقول لكم شيء هذا. ولكن الحين بس اخر شيء ابي اقوله، ابي تفاعلكم معي، اتمنى يا جماعه ما ابي شيء ثاني غير 50 لايك. مو صعبه صعبه النداف؟ لا مو صعبه، اكيد يفعلونها للزلم. 50 لايك على الفيديو، ويوميا راح ينزل، يوميا راح ينزل فيديو ان شاء الله. بوم ليتس جو. هذا التورن مالي، نسيت شنو كان اسمه، دعيج، سميته دعيج. اوكي انا كنت قاعد طالع شاشه ومو مركز على الاسم. كاركتراته كلهم اسمهم دعيج، كلهم اسمهم دعيج جد. واحلى ما في الموضوع انه ما حد يكون ماخذ الاسم، لانه ماكو احد اسمه دعيج غيري قاعد يلعب وور كرافت شيء كذي. اوه دعيج. اوه نداف، شنو هذا؟ لحظه شنو عندك الهيرلومز انت هذيلي؟ انا المفروض اني انا ماخذهم عدل. زين ادش على الكولكشن. طبعا يا جماعه حق اللي ما يعرف، راح العب بالهيرلومز عشان هم الشيء هذا يكون اسرع وايد. السيت لا، الهيرلومز كانوا موجودين. زين اذا ما خاب ظني هذا واحد بليت، لا شكله حلو، شكله حلو مترقع. هذا ارمور بعد ايضا يعني راح يكون شكلي كذي. يلا يا زلم كذي. اوه شوف السيف وشوف، بس وصلنا خير. اوكي يلا نبلش نبلش نبلش. خذيت الكوست الاول ولا لا؟ اي خليته. The first day, the first step. عدل، اول خطوه الى طريق النجاح. اول خطوه. انزين هذا راح يكون اسم ال. ليش نفسي انت اسود باسود؟ اسود باسود والله ما ادري تصدق. لا لا عندي احلى شوي. بالفيديو هذا يا جماعه راح نلفل الى ليفل 10، يعني بالفيديو هذا 10 ليفلات، الفيديو اللي وراه ان شاء الله بعد 10 ليفلات. زين هذه اول كويست، لازم نذبح 6 من هالاشياء اللي هني، الخنازير. والله عملاق التورن اللي عندي والله اختفى، هذا مات ما يمدي. ما عندي الابيليتي واحده، الابيليتي هذه اسمها كروسيدر سترايك. زين كي بايندي كله ذاهب. اوبا، وهذه اول كويست. ها لحظه خلينا نوصل هناك. اول كويست خلصت ولفلنا ولفلنا ولفل 2. يلا بسرعه، وين الحين نكست؟ اخذت الكويست الثانيه عدل؟ ها شنو اسمك انت؟ لحظه نداف، احنا مو ضايفين بعض بالجروب. واو هاي. واو واو. بس اتوقع الحين اذا احنا مع بعض بالجروب الاكس بي يصير شيرد، فيصير نص بالنص، فاتوقع اذا ما كنا بالجروب يصير اسرع. والله ما ادري، هذيلي اربعه يبون نشيل. اوكي حسب لك واحد بس كفو. شوف يا جماعه ايش اسرع، شوف انا خذيت واحد وواحد، بروح ادور مكان ثاني. اخذ هذا الجدامي. اوكي انت رحت لقدامك، شنو؟ اوكي انت بتاخذ الورا. اي اوكي في اثنين من بعض. اوكي اوكي انت هذا وانا هذا، بكذي بوم خلصنا الكويست، نروح نسلمه. لا شيء سريع يا جماعه، سرعه 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 سرعه، اكيد سريع نداف. بس يعني شنو شعورك وانت قاعد تلعب ببقره؟ احنا هورد بعد الحين كم ليفل راح اصير؟ دب راح اصير، قطو راح اصير، غزال. زين اوكي نذبح 6 من هذيلي. ايش اخباري يا مقدر؟ والله التلف الوناسه، التلف الحلو وناسه. يعني قرار. طبعا الجير قاعد استلمه، والله مو قاعد اطالعه ولا قاعد افكر اني البسه، ما ادري ليش، انه اكيد راح ينقط بعد شوي. بس خلينا نشوف شنو اشياء مو لابسه والبسه. صح ليش ما هذا ما عندي منه.
والجوتي ما عندي اخو بعد بقره تلبس جوتي ما ادري شو نشوف زين ايش رايك نسوي شيء ما حد سواه بالدنيا واللي هو نسحب وايد المشكله ما عندنا طقه طقهم كلهم مع بعض فما ادري على شنو ساحب مليون واحد والله هذه الطق من بعيد والله ما تطق واحده قول لي اذا اذا وقفنا على البون فاير هذه هني نصير ستيك يا اوه مبروك على الليفل مبروك مبروك صديقي جل... اوه استنى لفلت 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 اربع البلات لحظه هذا يلا يلا بقى كم واحد بقى خمسة ستة زين هذا شنو بدون تفعله يكون 16 اوكي زين هذا ايش فيك يعني شاد على نفسه شوي خنزير كبير مجسم يلا مو علينا والله جد ايش معنى الثانيين كلهم قصار اللي هو والله هذا المفروض الكينج مالهم يا عمي مع نفسه اقصى خنزير اخو احنا بقر يعني ماكم والله ما ادري ايش قاعد يصير حاليا قاعد حيوانات بحيوانات وبكذي وصلنا الى راعي الكويست ونسلمها اعطانا جنطه توقع فيها ليفل اي جنطه باج اوف ثورنز لا ما فيها ليفل بس الحين اللي بعدها فيها ليفل اوفر بوم اعطوني ابيليتي اعطوك هيل ها اعطاني هيل اعطوك هيل تعرف انا شنو اعطوني شنو اعطوني هيل بعد كم هيلك انا 180 كم تهيل انت انا 162 بس انت اوفر تايم تعطيني 5 5 5 انا طقيت 180 اوكي الحين عطتنا هذا الشيء نشربه اتوقع او شيء كذي عدل هني نشربه اوكي اوكي طق طق على الايتم راح تتحول الى ايجل خلنا ناخذ الفلايت باث اوكي خلنا ناخذ الفلايت باث زين والله في 1 2 3 4 5 كوستات زين تقدر تسوي لي شير فيهم اخذ انت اللي هني زين وانا باخذ اللي هني اوكي وبكذي على السريع هو خذت 3 كوستات انا خذيت كوستين كان نسوي شير حق بعض اختصرنا الوقت ان نروح وناخذهم ونلقطهم فخلص خلصنا الحين سلمناهم والله في وايد بالخريطه في هني تحت في بالنص المكان اللي احنا فيه في فوق على اليمين في فوق على اليسار وين تبغى وين تروح ها انت عندك لاق قاعد تمشي بروحك لحظه شو شي كومي بيلي جين انا مو بسين حس الدمر بطه مين اي ام ذا وان تن 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 وفجأة تحول النداف إلى مايكل جاكسون البقرة البقرة صار لي ديسكونكت أشوف اللاعب ماله قاعد يمشي بروحه أوه هلو يلا والله شو يوم هذا ينط هذا شوف شوف نوقف بالنص هني تعال 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 نعطيهم الستن أي يابا نعطي واحد كذي واحد كذي بس تكفى بماونت هذا شنو؟ حيلة بماونت إن إنها الغزال أوكي هذا بقالي منه 4 5 6 7 8 أوكي ويا على ما تعد أنت والله أضمن أضمن أنا عارف رياضيات عدل بس أنا لازم يلا كا ما أدري من درسك ذاك اليوم حق امتحان والله متى ذاك اليوم حق امتحان أنا موظف صار لي سنتين الحين تقول لي ذاك اليوم درسك حق الامتحان قص على منو أنت؟ لا عندك واحد حق بعدين يعني اي عندي بس عليك. والله شنو هذا في اوه كاتشو والله اصيدك والله اصيدك دوكو كاتي دوكو كاتي عاركن هاريبا كا 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 كاندو غوتوما انت متاكد ان تحرشت فيني شوف من غير لا اطالعك 360 اوه لفلت لحظه انا طق انت تلفل ليش انا بقالي تفله ولفل بقالي تفله ولفل خلنا طق هذا اعطوك ابيليتي جديده ولا لا لا مسافه لفلت اي ليفل 6 ليفل 6 بوم مع الرابعة ولفلنا ليفل 7 زين ايش رايك نفضي شوي جنطنا اي تكفى لان انا مفول تو قطيت شيء على الفاضي وما ادري شنو بالضبط بيض ولا شيء ما ماكو سعره تيم كوبر بالضبط وين نروح نبيع خلينا نشوف وين والله كريت 254 ولك شكلي جبار والسيفتي شاب منه شيء بنفسجي اند مفروض ويدنج يو او ليفل كم 8 واعطوني ابيليتي اعطوني ابيليتي اوه هامر اوف جاستس هامر اوف جاستس هذه تسوي لك استن اتزعلك هذا شوف شو تسوي ستانز ذا تارجت فور 6 سكندز والله 6 ثواني واحد يحوش استن يعني هذا يعني ما يموت هو بالستن تصدق هذيل مو شابهون الشايب في واحد هذا اليت رير رير شنو اليت فشلتنا عند العرب لا ويعصب بعد
خلينا نشوف اللوت خلينا نشوف اللوت. اوه جنطة نايس نايس. في شيء في شيء بعد لازم لازم نذبح الفنتشر. اوه دورفز هذا بلاك دورف ايرون دورف. خلصناه خلصنا الكوست. نطلع برا لا ندش المنجم هذا. شو 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 في حركة حلوة بس التور يسويها. شنو شلون شنو سويت سلاش مو سلاش مو. انا قلت لك انا قلت احسن خلي الساوند يكون شويه عالي خلينا نسمع صوت اللعبه. نعم خلينا نفعل معاها شوي اي ونسمع هذه بعد. نسلم اي بات كنا فيها قريبه قريبه من الليفل قريب. اوه خذيت فورم جديد. شنو ها قطو زين مبروك. لا لا صرت سريع وايد الحين. هذا غش هذا غش. 30% زياده سرعه. لا خير وبكذي وصل. اوكي سي يقولها يعني الحين قطو جسمه يقول لك مو ما يعني شلون ما في منطق. المهم لفلنا ليفل 9. اوكي هذا الانكيبر داخل بلود هوف فيلج قلنا نخليه هني ميك ذس اور هوم علشان شنو بس نطق الهارت ستون نرد هني على السريع بس ما اتوقع انه راح نحتاجه يمكن نحتاجه ما ادري اكيد في كوستات ثانيه رد نسوي. اوكي كوستات ثانيه الحين تبي نكلم هذا اللي يخلينا نطير ونروح هناك ولا لا لا خلي اخر شيء نروح. اخر واحد اخر واحد اخر واحد اجنايزد ايرث سبيريت شلون نروح. قاعد اشوف علم ايرون فورج فوق هناك. شنو شنو نسوي هنا؟ نقط الدرام عليه. اوكي ما يبي هذا ما احبك. اوكي انا اللي عندي رضا. اوه بقى واحده باقي واحد. عندي 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 قلت لك عندي خلاص. هذا بيطقك ولا شنو بيسوي؟ بس هيرث ستون هيرث ستون والحين وين طال عمرك. وصلنا عند مول ثندر هورن. اتوقع اذا سلمنا الكوست الحين او راح يعطيني شيلد وايد على العشرة. انا انصدمت بالشيلد. تدري شنو عند ليفل 10؟ ها قول لي شنو يعني ليفل 10؟ يعني الحين تقدر تختار السبيك مالك اذا كنت تبي تصير تانك تصير هيلر. عدل قاعد اشوف قدامي في هذا الهولي هذا البروتكشن هذا الريت. الحين انا بحول البروتكشن لانه تو طاح لي كابيليتي جديده اسمها تمبلرز فيردكت. يقول لك شوف عليها علامه حمراء لازم يكون عندي سيف بمسكتين مو مسكتين تو هاندد ويبن هذا الكبير اللي ما اقدر امسك معاه شيلد فهذا مو حقي حق الريت. فانا الحين بحول البروتكشن يمكن يعطوني ابيليتي ثاني جديد. خلينا نشوف انا بكون بروتكشن طوال هذه الرحله. اوكي تغيروا الابيليتيات قطوهم تغيروا ما ادري شنو صار. الججمنت موجوده صار عندي شيء اسمه افنجر شيلد ما اقدر استعمله. في عندي هامر اوف رايتشس ما ادري. المهم بس المهم احنا وصلنا ليفل 10 حاليا واتوقع خلينا نوقف اليوم ونروح حق اليوم اللي وراه بالفيديو القادم. اتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم يا جماعه. لا تنسون تضغطون اللايك والسبسكرايب وتحطون لي كومنت يفرحني وتنشرون المقطع هذا حق اي احد يحب لعبه واو ما يحب لعبه واو يبي يتعلم على الواو كل شيء متعلق في واو او حتى لو جروب الواتساب مال العائله مال الربع مال اي شيء دزوا لهم هذا سووا لهم شير ونشوفكم في الفيديو القادم. اتوقع ليش ان شاء الله.